الكرام أن نردد جماعة: عاش جلالة الملك، عاش الملك، عاش الملك. الصحراء مغربية، عاش الملك، وستبقى مغربية. عاشت القوات المسلحة الملكية. إذن تتوالى كلمات هذا المهرجان الخطابي التلقائي ليعبر عن فرحة ساكنة جهة الدخلة وادي الداب بإقليميها وادي الداب وأوسر، واللحظة مع كلمة. أود في البداية أن أشكركم جزيل الشكر على حضوركم هذا لهذا المهرجان الخطابي الذي يأتي في ظرف دقيق يتسم بما تعرف القضية الوطنية من تطورات هامة. وبهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن أحيي عاليا المجهودات التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تثبيت الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصيانة وحدتها. وما هو يعني هنا الموقف الأمريكي اليوم الذي أعلن عنه الرئيس ترامب إلا نتيجة لهذه المجهودات الجبارة ولهذه السياسة الحكيمة الذي ينتهجها صاحب الجلالة نصره الله. إن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وهي رائدة العالم وأكبر قوة عظمى في العالم بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية حدث هام وهام جدا. عاش الملك، عاش الملك. هذا الحدث ستكون له تبعات قوية في مسار هذا الملف. الولايات المتحدة الأمريكية موقفها لم يأتي سدى، جاء نتيجة المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة المغربية وعلى رأسها جلالة الملك. منذ استرجاع هذه الأقاليم والمملكة المغربية تقوم باستثمارات كبيرة من أجل تحسين ظروف الساكنة من بنية تحتية، من مدارس، صحة، من كل مستلزمات الحياة. وآخر الدينامية الاقتصادية التي عرضت هذه الأقاليم عند إطلاق صاحب الجلالة للنموذج التنموي الجديد والذي تم إنجازه بنسبة عالية جدا تفوق 70%. هذه الأوراش الكبرى إضافة إلى ورش الجهوية المتقدمة وما تقدم وما قدم المغرب في ملف حقوق الإنسان والتطور الذي عرفه من خلال المتابعة وفتح يعني تمثيليات جهوية لحقوق الإنسان في كل الجهات الجنوبية. هذا يعتبر شهدت في الأمم المتحدة، شهد به الأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره المرفوعة لمجلس الأمن بأن هناك تحولات كبيرة تقع في الأقاليم الجنوبية، تحولات تنموية. هذه الأوراش التي تم إنجازها هي التي نقطف اليوم ثمارها، وأكبر ثمرة هي الاعتراف الأمريكي للسيادة المغربية على الصحراء المغربية. عاش الملك، عاش الملك. نحن نثمن عاليا هذه الانتصارات الدبلوماسية
أنتم تعلمون كذلك بأنه هذا الاعتراف جاء في سياق فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية، وفتح قنصليات من طرف دول إفريقية وعالمية. هذه الدول تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، ويأتي الاعتراف الأمريكي اليوم يتوج هذا الحدث، هذه الأحداث المتسارعة. لكم اليوم أن تفخروا بهذا الاعتراف. نحن نريد الاستقرار لبلدنا، نريد الاستقرار، نريد التنمية في أقاليمنا. لا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة، وأمريكا كذلك في المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي قال مسألة أخرى هامة، وهي أن الحكم الذاتي هو الحل الأوحد لهذا المشكل. وهذا كذلك اعتراف آخر ينضاف إلى حنكة وحكمة صاحب الجلالة حينما تقدم المغرب بهذا المقترح في 2007. كما قلت، نحن نقطف ثمار استراتيجية حكيمة مدبرها صاحب الجلالة نصره الله. وأقول كذلك بأنه افتتاح قنصلية أمريكية في الداخل هو أكبر دليل بأن أمريكا يعني موقفها بلورته على الأرض. اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية بلورته كذلك بفتح قنصلية في الداخل. هذه القنصلية ستلعب دور هام في الاستثمارات، وأنتم تعلمون جيدا المستثمرين الأمريكيين، نحن نرحب بكل استثمارات، لأن الاستثمار هو الذي يخلق الثروة، وهو الذي يخلق الشغل، وهو الذي يفتح باب الاستقرار كذلك. نحن ندعم هذا الموقف، وتأكدوا جيدا بأن الموقف الأمريكي سيكون متبوع بمواقف من دول أخرى مهمة في هذا العالم، كلها ستعترف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية. نغتنم هذه الفرصة كذلك لأقدم نداء إلى أهالينا وإخواننا في مخيمات تندوف، وأن ينخرطوا في هذه الدينامية التنموية وراء صاحب الجلالة. الوطن يرحب بهم، الوطن يناديهم اليوم. كلنا، المغرب يحتاج لكل أبنائه أينما كانوا، وبالتالي هذه الاعترافات المتتالية بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية هي أكبر دليل بأن العالم أصبح يفهم جيدا حيثيات هذا المشكل ومن أين يجب أن نجد له الحل. أتوجه لكم جميعا بالشكر مرة أخرى، وأستسمح إن كنت قد أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الكلمة طيبة العميقة للغزميلي سافي، واللي حقيقة قلت الموضوع من جميع جوانبه، أود هنا أن أرحب بالجميع وأهني على حضور هذا المهرجان، حضور التلقائي، وأسطر تحت التلقائي لهذا المهرجان اللي ارتأت ساكنة الداخلة انها تنظم بعد سلسلة من الانتصارات اللي عطلتها
القضيه الوطنيه الا وهي وحده المغرب الترابيه والوطنيه. انتم تعلمون حضارات الساده انه بالامس تم اغلاق معبر القرقلات. الجميع يعلم ما وقع. مين يسبقني الخطاط وسيد احمد ما تنقد نقول كلمه ارتجاليه. ما هناتي هذو القوم الاثنين معروفين بالارتجاليه، وانا على كل حال محضر كلمه لاهي نقراها على مسامعكم وان شاء الله تعجبكم. يسعدني باسم المجلس البلدي لمدينه الداخله باسم الساكنه هذه المدينه المجاهده بمختلف مكوناتها ان نبارك للخطوات الميمونه لجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده في مسار تعزيز الدبلوماسيه الخارجيه لبلادنا، وبعد النظر والتبصر لجلالته حفظه الله والذي اضمر نتائج مهمه كان اخرها الموقف التاريخي والصريح الذي عبرت عنه الولايات المتحده الامريكيه حول قضيه وحدتنا الترابيه تبعا للاتصال الهاتفي لجلاله الملك حفظه الله مع فخامه الرئيس دونالد ترامب. هذا الموقف الذي نتج عنه اصدار مرسوم رئاسي بما له من قوه قانونيه وسياسيه ثابته يقضي باعتراف الولايات المتحده الامريكيه لاول مره في تاريخها السيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. هنا نود الإشارة العالية من نظر المولوي السديد لمولانا المهام الهمام قائد مسيرة التنمية بهذا البلد الآمن والأمين في قرار النموذج التنموي الجديد للمغارب الجنوبية. كما يحق لنا في هذا المهرجان الخطابي أن ننوه ونثمن عاليا قرار الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى وصديقة لبلادنا بفتح قنصلية بمدينتنا كتسجيل لقرارها التاريخي الهام وكخطوة نعتبرها إشارة قوية لتثمين ما حققته مدينتنا من مؤشرات هامة في التنمية تدل عليها الأوراش المفتوحة على المستوى البنية التحتية وتقديم الخدمات القرب للساكنة حتى تستحق منا كل خير. وسيمكن هذا القرار من تزكية الدينامية التي تعرفها مدينتنا من خلالها الأقاليم الجنوبية والتي أكدتها المواقف الداعمة مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة، وهكذا القرار العديد من الدول بفتح قنصليتها بأقاليمنا الجنوبية ضمن مسار تعزيز الدينامية وترسيخ مغربية الصحراء. فهنيا لساكنة مدينتنا بهذا التتويج الهام كثمرة عطف ومولوي سامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذا الربوع الغالي والذي ينضاف للعديد من الانجازات والمكاسب العامه على عهد مولانا حفظه الله الذي وصف هذه الحاضره بجوهره الصحراء المغربيه. وصل بين المغرب وعمقه الافريقي. ونعلن فيكم اننا سنظل معبئين ويقظين للاسهام في كل وطنيه صادقه عازمين ومستعدين على الدوام لمضاعفة الجهود الكفيلة بالارتقاء بمدينتنا لتكون دائما كما اليوم والأمس في موعد مع التاريخ. فشكرا جزيلا للساكنة مدينة الداخلة بكل مكوناتها على المنسوب الوعي والتعبية الوطنية، والتحية عالية لجنود قوتنا المسلحة الملكية البواسل ولكل السلطات المحلية والأمنية والعسكرية والقضائية والترابية الصاهرة على أمن وسلامة بلادنا مجددين لمولانا إخلاصنا وتجندنا الدائم لله مشروط للدفاع عن وحدتنا الترابية وراء عاهل المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله. والله الوطن الملك.